الله يا رب. عارف. يا رب. الله معك يا ابني يا عيد. الله يسلمك. ان شاء الله بالسلامة الهي. الله يسلمك. تصلوا بالسلامة. تسلم لي اسكندر افندي الله يخليك يا رب. الله معكم يا شباب. يوب. هذا وصيك بتوصلوا لعند اهله وبتسلموا تسليم اليد. لك بعيوني. يلا قولوا يا رب. يا رب يا كريم. السلام يا عيد. السلام على راسي. على راسي سكار. روح السلام ان شاء الله. مكادس مكادس. الله يعافيه ويكون معه بجاه محمد. مثل ما وداته تلاقوا. تلاقي خير. خير. ان شاء الله ضيعته ما يبعيد يا عايد ابو بكري. ايش عرفني انا وين ضيعته؟ بعدين ايش عم تساله؟ ما مشان شيء ما مشان شيء لانه لساته مرضان خايف عليه يصير له شيء على الطريق. لا فيك البركه والله. الله يبارك في عمرك. شيخ. نعم نعم. مو تاخرنا لخاي على اجتماع عند المختار؟ ايه طبعا قربوا يجوا كباريت الحارات مشان لم الغرامه. إيه يلا شرفوا لك. تفضل تفضل يا عدري. تفضل. على راسي معلم. استوتوا حياتي لألكن استوتوا حياتي. أخ لو تعرفوا إيش محضر لكم أبو الروز. أخ خيو 100 ورقة من تجار وميسوري باب الفرج والفرافرة والبياضة. وهي 125 ورقة من هاي العزية والسليمانية والجبرية. بارك الله فيك. وإيش في عنا من باب الحديد؟ من باب الحديد وبنقوسة وقاضي عسكر 200 ورقة ومئة ورقة من باب النصر وتراب الغرباء وأسطى المشط. بارك الله فيكم يا أخوان. هيك بيكون المبلغ صار جاهز بالتمام والكمال. بس بحب أذكركم أنه نحن ما قبلنا بالغرامة اللي انفرضت من قبل المحكمة العسكرية بحلب إلا لدفع البلاء عن حلب وأهله، ونطلب من الله عز وجل التعويض عن كل قرش دفع بعشر أضعافه. ولله الحمد من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اسكندر أفندي. نعم. خذ المصاري وتيسر. هدول بأمانتك. يلا. قول يلا. خطر. بأمان الله. مع السلامة. يا أهلا وسهلا شباب. يا أهلا وسهلا. اسكندر أفندي. شلونا؟ خير ابو عمي. ما بشي بس انا هيك شفتك طالع من الاجتماع قلت لحالي عجب. ايش في؟ بيني وبينك عم بتنازع من قصه هالمصرات والمصرات. عند المختار ضايع طاسه، هذا اللي عم بعد المصرات والثاني عم بعدتهم بالكيس وانا كلها سسبنت. لحظه. وعلى علمك كبارية الحارات جمعوا 525 ذهبه؟ اكيد. والمختار متولي امرهم. الله يعينه على هالحمل. هي امانه يا ابو عبدو. التجار والميسورين وكلوا ابو سليم فيها. ايه ان شاء الله يكون قد الامانه. خاطرك. الله معك. مع السلامات امان الله اسكندر افندي. ايه معناتها الليله ليلتك يا ابو الروس بدك تصير ازنجل زلمه باب الفرج. وانا كمان بده يطلع لي لحسه اصبعه. اقول هبره ولا تخاف. ايه بس معقول يا ابو الروس ياكل علي حصتي ما يعطيني شيء؟ ما بستجري. خاف اني احكي الحقيقة واتفيسد عليه. وساعتها بصير راس ابو الروس مطلوب بكل حارة من الحارات مو بس بحارتنا. ولي بلكي قتلني مشان ما يعطيني حصتي من السرقة. لي والله بتروح القصة من ارضها وما حدا بيضرب اللي صار. والله يا اسكندر افندي معزتك وقلبي كثير كبيرة. بحسك يعني مثل ابوي الله يرحمه. وانت مثل ابني يعني. يعني كل نهاري بالقهوة هيك بحب أسمع النغمة الحلوة وإنت هيك بتدلني على هاي الشغلات كلها. إن شاء الله. إن شاء الله. بسني ولك المصرات بتروح مع اول شغله عند الزلمه
بتناولوا المصاري وتخلي شق لكم ديالات قدامها، ولا لا شقهم بايدك احسن. ليش انت مالك راي معي؟ لك وين داروا معه؟ بده اياني ست وردي، اليوم عندنا سهره المساء عند حكمه باشا. اهلين وسهلين. اهلين فيك يا خانم. تفضل. يسلمك اياك. تفضل. عيشوا الديات يا فريده. كني مطولي الخانه؟ ايش بقى احمد؟ بعد بيتك مش طالع وقلبك عم سوي حقبه؟ اخلص وبلا هالعلاقه هلا. على تقبر عظام يا احمد؟ حسيت ماني منتبه انه حيطة عين عليك؟ عين علي انا؟ لا علي انا. ايش بقى احمد؟ اترو قتل مالك شايفه طول ما بيركي قدامك ما بتشيل عينها من عيونها؟ ايش شو سحره؟ اجيت اجيت. أهلين وسهلين ست وردة. أهلين أستاذ أحمد. تفضل. ما كنت أخرنا عليك في حق البيت أستاذ أحمد. لا لا أبدا، إذا ما صار معك ما في مشكلة. نجيب قوم ساعد فريدة بتشغيل الحطب، صار له ساعة عم بتشعله ما عم بيشعل معه. إيش عليه؟ بجوز يكون الحطب مسترطب. هيك ما بتقول لأمرق بارك للست وردة بالبيت؟ أنا؟ إيه أنت؟ ظاهر إنه قلبك قاسي كتير، ما بتعرف مين اللي بودك وبيعزك. يا خانم أنا ما بقدر أجي وأروح لعند حضرتك وأنت حرمي وحدانية، ليش بدك تحكي الناس؟ الناس؟ خايف على سمعتي؟ الله يستر عليك يا خانم ويهديك. يهديني؟ يا خانم المرأة ما بتنستر غير ببيت جوزها، عدم مؤاخذة يعني. شعل الحطب خانوم، كان بده بس نفخ. يسلموا هالإيدين. في شي تاني تحبي أعمله خانوم؟ لا سلامتك أستاذ أحمد. تفضل هاي المصاري مالت حق البيت، عدهم. أعوذ بالله يا خانوم، مش هالحكي. يلا أنا بستأذن، إن شاء الله ألف مبروك يا خانوم. الله يبارك فيك، بس هاي زيارة لحالة، زيارة المبارك ما هيك؟ أكيد أكيد إن شاء الله. سلامي جاي معه. بدك شي تاني ستوردي؟ ما تنسى تمرق على الفرقة تقول لهم مشان موعد اليوم. معود شي. سلام عليكم. يا خانم المرة ما بتنستر غير بيت جوزها، عدم مؤاخذة يعني. الله معكم الله معكم. يا اهلا وسهلا بالشباب، شرفتوا. يا امين اهلا وسهلا. مع السلامه. مع السلامه يا شباب. مع السلامه. الله معكم الله معكم الله معكم. شرفتوا. مع السلامه. فين ابو صبحي؟ ايش في؟ عم بيقول ان في دوريه فرنسيه ما بنقدر نعدي من هنيك. ايش رايك نروح لهون؟ في ضيعه قريبه، في واحد صاحبي شروا احسانكم طيب من بيت عنده، وبكره من الصبح منتيسر. ايش رايك عايد؟ ما في مشكله، توكل على الله. خيو يا رب يا رب يا رب يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اسكندر افندي وصل لبيته بخير وسلامه مختار. كثير كويس ابديبو كثير، ومثل ما اتفقنا بنفس الخطة. مو جاهزين؟ جاهزين. قول يلا يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. منيح اللي عطينا المصارات لاسكندر افندي، خليهم عنده بالبيت لبكره الصبح. هذا عين العقل يا ابو بكري، مستحيل حدا يشك باسكندر افندي انه طلع ومعه المصارات. مين بده يبقى منكم هون؟
أنا وأب بكري بدنا نضل هون، أجا دورنا، شيخي أنت روح توكل على الله. إن شاء الله موفقين ومنصورين بإذن الله، يلا سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أب بكار الشوارع أبو سليم بارودي هاي؟ إيه بارودي. لك منين جبتها؟ هي لحالها مصيبة إذا انكمشت عنا. إذا حكيت لك ما بتصدق. يا سيدي هي عطاني اياها كمال افندي لما خبرته انه ناسبين كمين لابو الروس وجماعته وممكن نوقعهم فيه قام عطاني اياها من مغفر على مسؤوليته الخاصه. خيو ايش بدك بحكي كمال افندي؟ والله زقرت زقرت وقبضاي وجدع وابن عالم وناس ومربى. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا مختار. مرحبا بكري. اهلين ابو عبدو. خير ابو عبدو ايش في؟ والله انا جاي اخبركم على شغلي. ايش يا الشغلة؟ ابو الروس وجماعته ناويين يهجموا على الحارة الليلة وينشروا المصاري تبع الغرامة. وانت ايش عرفك؟ ابو الروس هددني انه بده يقتلني اذا ما ساعدته بالدخلة على الحارة الليلة. وأنا ما بقدر أشوف أهل حارتي بدهم ينتشتوا قدام عيوني وأضل ساكت. لك العمل يضرب جوز عيونه ضرب. هي ما سرقة أموال أهل الحارة، هي سرقة أمن وحياة أهل البلد كلها. هي مصرات الغرامة اللي بدنا ندفعها مشان ندفع البلا عن البلد. مشان هيك مختار أنا جيت أخبركم حتى أبري زمتي قدامكم قدام رب العالمين. وإيش الخطة الرئيسية من هذا الوطن اللي يفوت على الحارة؟ راي احكي لكم كل شيء بالتمام والكمال. مبروك مبروك ابو عبدو. مبروك احكي لنا مبروك. هلا قولك ابو عبدو بده ينفذ اللي التفقوا عليه؟ ايه راح ينفذ لانه هالجد بلع الطعم. بس ناخذ مصاري لازم نتخلص منه باي طريقه، ولا من شاف ولا من دري. هون حفرنا وهون طمينا. يلا قوموا جهزوا حالكم. هيك لكان أبو الروس بده يحرق الحارة اللي فيها مشان يحصل على اللي بده إياه. إيش عليه؟ بك هذا واحد مجرم ما بيخاف الله. شوف بقى يا مختار أنا ليش خايف على حالي منه؟ لأنه ما بخاف الله. ماشي بنعمل اللي بده إياه أبو الروس. شو أبو بكري؟ بدنا نحرق الحارة؟ إيش هالحكي لك مختار؟ معقول نحرق الحارة؟ معلم أنا برأيي ما خاطر بالدخلة على الحارة تلاتتنا، لأني بجوز لا سمح الله يكونوا عاملين لنا كمين وبيلقطونا نحن التلاتة. أي والله فكرة. عفرم عليك أبو شداد. بس مين بده يخاطر ويتجرأ بالدخلة لجوا؟ أنا معلم لعيونك. لا أنا. خلص خلي أبو قدره يدخل لجوا. بس خلينا بالأول نشوف شغلنا مع أبو سطيف. الحقوني. يلا. كلمة واحدة شقك شقفتينها. نام شغلك. يا حبيبي شوف معلم ايش لقيت معه. فرد ابو صلح اجت والله جابه. منين جبتوا هذا ولك؟ هذا عطاني يا ابو بكري من يوم حادثة القهوة. هيك لك احكي لشوف ابو بكري والمختار يعرفوا ان نحن جايين هالحارة اليوم؟ احكي ولك احكي قبل ما اساوي وجهك نصفيه. والله لا لا ما حدا بيعرف ما حدا بيعرف شي طويل. يا ويلك تكون عم تكذب علينا يا ابو سطيف. يا ويلك ويا صلاه ليلك. ليش فهمتك ولك
اللي قلت لك عليه بتنفذه بالحرف، فهمت؟ ايه تخيل. يلا الحرف تنفذ. يلا. يلا السلام عليكم. سلام. حركة وحدة وبفجرك راسك ولك واطي. كب السلاح. ايش عم تقولوا لك؟ عم بقول اذا ما طلعتوا بالمصاري قبل ما يقدم الصبح، ابو الروس بده يذبحوا لابو سطيف مثل الخروف. هيك لكانوا لك واطي. طول بالك ابك. لك ايش طول بالي؟ فكرنا بكل شيء يا شيخ طاهر الا ابو سطيف. طول بالك، كل شيء له حل. اخن ايوب اخن ايوب. طول بالك يا ابني. شوفوا لك، لا انت ولا ابو الروس بيقدروا يلعبوا لأب بكري. بلعبك وبلعب ابو الروس وبلعب مية مثل حكايتك وحكايته ولك، فهمت؟ مشي قدامي. مشي ولك. مشي مشي. تاخر ابو قدره بقى هيك. يا والله تاخر يا معلم. ابو الروس معقول يكون لقطوه؟ يا سيدي كل شيء معقول، بس ماني مزعزع من هون الا والمصاري بجيبي. معلم اذا لقطوه ايش بدنا نعمل؟ لك بدهم يتركوا محمل بالمصاري غصب عنهم بصر مي العتيقة كمان. بدهم يلاقوه مصطيف بتبوح من الوريد للوريد معلق على الباب مثل النعجه. شوفوا لك بفربك وبدبحك تبح اذا طالع صوتك. الحاني يا ابو شداد الحاني. يلا يا لطيف. ايش في لك؟ ابو بكري لقطوا ابو قدره وعلقوا على حبل المشتى. لك بدي اعدمه. لك ابو الروس معك من هلا لاذان الصبح، اذا ما فلتته لابو الصيف بتكون حكمت على زلمتك بالموت. ولك أمد أبو الروس. يا أبو الروس دخيلة خلص معلم. أبوس إيدك، خلينا نرجع لهم أبو سطيف ونفك أسره لأبو قدره. هذا أبو بكر مبين عليه قلبه قاسي وما فيه جنس الرحمة. راك إيش عم تقول؟ يعني نترك الحارة نرجع خايبين بلا المصاري؟ مصاري إيش يا معلم؟ بقول لك أبو بكر بده يعدمه لأبو قدره. يعني إذا هني عدموه لأبو قدره وأنت قوسته لأبو سطيف، على الحالتين مصاري ما في. ايش قلتوا لك؟ ما بعي شيء لعد عن الصبح. ها ولك مو انا المتهدد يا ابو بكري، مو انا المتهدد. ولك على ابو الروس انا سمعان وانا قطاع الروس. ولك معلم خلينا نرجع لنا ابو سطيف وخلينا نخلص ابو قدره. مثل ما بدك عبكري، رح أبعد أبو الصيف والباقي عندك.
روحوا لك نطلع من هون. كتر الله خيرك يا ابو بكري، كتر الله خيرك، نجتني من الموت. استغفر الله استغفر الله. ابو حمده خذوا خذوا لجوا. يلا يلا يلا. ايش صار معك يا ابو بكري؟ تعال انزل لك حريمي. احمد شطر جوا. يخرب ديارك شيف لخ دعونا. يا اولاد الكعد ابو شداد يا الحوض لا تتركوا يهرب لحقوا بسرعه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان الله يعطيك العافيه يا كمال افندي. الله يعافيك يا ابو بكري. استلم ابوي. تعال شوف تعال. هاي ابو قدره. وقعد بعدين يا محتال. تعال يا ابني. حاضر. تعال اشحطهم من هون. طمني ابو الروس ايش صار فيه؟ لحقوا الشباب وما اظن يفلت منهم. يا سيدي الله يعطيك العافية ويسلم ايديك. وشباب الحارة ما قصروا كمان، الله يعطيهم العافية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أبو بكري نلحق صلاة الصبح. يلا يلا يوم. تفضل. ايش قصدك ابو بكري؟ قصدي انه في مين وصل له الخبر لابو الروس انك انت مخبي ليرات الذهب اللي جمعناها لدفع الغرامه للضابطيه وهون بالتحديد. بس المشكله يا جماعه انه كل اهل الحاره عرفوا بالخبر وما رح نقدر نعرف مين هو الجاسوس بيناتهم. ما في غيره يا بفندي ابو عبده، اصلا ما حدا بيعملها غيره. لك ان شاء الله فكرتوه عاقل وحط عقله براسه. بس الزلمة خبرنا عن أبو الروس وإيش ناوي يعمل؟ خدعة شيخي خدعة. أبو عبده حابب يطلع قدامنا صاحب نخوة وشرف، أم بهدل صاحبه؟ إن بعض الظن إثم يا أبو حمدو. أنا برأيي تفتحوا عيونكم عليه قد ما بتحسنوا وخدوا حذركم منه. ترى أبو عبده مانو سهل وماضي معروف. يلا بدكم تسمحوا لي. وين كمان أفندي؟ بدك تأخذ البارودة؟ طبعا البارودة عهدي ولو بدي أخذها. كتر خيرك يا كمال أفندي، أنت عملت الواجب أكتر. والله كنت بكون مسرور أكتر لو لقطته لأبو الروس ودكيته بالقهوش. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مختار إيمت بنروح لعند سكندر أفندي ناخد من عنده المصارات ندفعه للضابطية؟ ما صار وقتها؟ أي والله لازم يندفعه قبل الساعة 10 وإلا بتزيد الغرامة 10. بس سمعت انه الدفع بالمتصرفيه مو بالضبطيه. ها ايه بنروح بنسال. يلا يا شباب يلا يلا يا معي يا رب. تفضلوا. العمى اذا ضل ابو الروس عايش بده يعرف اني كشفته قدام كباريت الحاره وخبرتهم عن خطته لسرقه المصاري، وراح يعرف انه الحريقه لا صارت ولا شيء. اي لا تأخذني يا أبو عدنان، الموس حد زيادة شوي. دير بالك لا تطيلي رابطي. ولي الشيء الورطة اللي حطيت حالي فيها. اليوم حلمت بأخوي عايد.
تقبر قلب ولا شتقتله. خايفة يا سعدة، الله ياخد أمانته قبل لا أشوفه. بعيد الشر يوم، لشو هالحكي؟ هلأ خليني أكمل لك المنام. كملي يوم كمل. شفته ماشي على طريق النهر، كان مبسوط وعم يضحك وسألني عليكم وقال لي سلميلي على أمي وأبوي. بس على غفلة ما شفته غير عبس ومقلبت خلقته، وصار يحكي مع وحدة ما هي موجودة بس هو شايفة، يعني كأنها حايمة حوالي. ولما سألته عليها قال لي هي وحدة بشعة كتير، عطول ملاحقتني وين ما بروح وين ما بجي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هي التابعة يا بنتي. تابعة؟ شلون يعني؟ يعني أخوكي لبسته جنية. جنية؟ وليه؟ وليش لحقته هالبنت الحرام؟ ما بعرف، يعني أخوك يا سعدة مو مبسوط، مو مبسوط. شلون بده يكون مبسوط وصار له بالغربة سنتين؟ ايه والله يا بنتي، الغربة كربة، شلون بده يكون مبسوط وهو بعيد عن أهله وأحبابه وصحابه؟ الله يلعن القلة والفقر، لقمة مغمسة بالدم. يا قلبي عليك يا ولد، يا قلبي عليك يا ولد. يلا دعاي تاوي. الله يسلمك يا بكار. الف الحمد لله على السلامة، والله ماني مصدق عيوني. وين الغيبة؟ قصة طويلة لك ربيع، ايش بدي احكي لك؟ لا احكي لك. تفضلوا استريحوا، اكيد كان الطريق طويل من بيروت لهون. والله خاي نحن جايين من حلب، مانا جايين من بيروت. صعيب بعرفك على اخوي بكري والعم ابو صبحي. ميت اهلين وسهلين بعايد وضيوفه. شلونك يا عايد؟ سنتين ما حدا بيعرف عنك شيء، على الاقل لي ابعت مكتوب لاهلك. ايش بيعرفني؟ هذا اللي صار. يلا ربي بعدين بشوفك، شرفوا. مع السلامة. اطلع خي اطلع. يلا يلا توكل على الله بصحي، توكل على الله. يلا يوم هذا مو عايد؟ الحمد لله على السلامة. يا يوم مش قد اشتقتلي فيه. قلت لي مع مصرات؟ الله أعلم، بس أبو مصطو خبرني إنه عايد رجع بحنتور طويل عريض ولا حنتور متحت آغا موهيك، وكان مرفقه شخص مبين عليه إنه نيزل ضيف عنده، وكان عايد قاعد قدام ما تقول إلا قايم مقام السهل الجديد. معناته أكيد جيب مع مصرات، لأنه ما معقول سنتين ببيروت يروح هيك على الفاضي. يعني شغل هنيك بجيب مصرات كتير أبو جمعة؟ إيه أنا سمعت إنه في بيروت ما في أكتر من الصيبين والحراميين، هذا من عدا النسوان اللي بيضحكوا على البني آدم وبشلحوك المصراته. لك أبو شعبان، لك العمى يضرب جوز عيونك يخرب بيتك، لك بعمرك ما طلعت برا تضيع. إيش دراك باللي عم بصير ببيروت؟ انقلع يلا يخرب بيتك. إيش بتحكي؟ عايد رجع وجيب معه مصرات، لازم متحت أغا يعرف كل شيء. اي والله الحمد لله على سلامتك يا عايد. ان شاء الله بتفرحي فيه يا ام عايد. بوجودك بوجودك يا ام خليل، كتر خيرك يا ابني، ان شاء الله منكافيك بالافراح. ولو يا خالتي ما عايد ايش هالحكي، نحن ما عملنا غير الواجب، بعدين عايد اخوي بعهد الله. على راسي يا بكري. صحيح ابوي فين؟ السلام عليكم عايد. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا. ايش كني ما عرفتني؟ لا ولو، معقول ما اعرفك يا ابو شعبان؟ اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أنا خبرت كل أهل الضيعة وهلأ رح يجوا يسلموا عليك. يا ميت أهلا وسهلا فيك وبأهل الضيعة كلهم. ما بيصير يو، الزلمة صار له غايب عن الضيعة سنتين، وما بيصير شيء إذا قلنا له الحمد لله على السلامة. صاير عم تعلق والله، روح انضرب شوفه وقل له إنه في حزبة على أهله وبكرة الصبح يجوا يدفعوها. حاضر رح أقل له.
وش أتصر له مسافر؟ له سنتين جنابك. أوف، صار له مسافر سنتين بدون ما ياخد شوري ورأي موافقتي؟ لك الشغلة فلتانة ولا ما في كبير بالبلد؟ الله يسامحك يا متعطاغة، انت كبيرنا وتاج راسنا. بس صايرة الشغلة فلتانة يا أبو جمعة، فلتانة ميكين يعني حرامية ونصيبين ونشترية وعالم تدخل على البلد وتطلع منه وأنا آخر من يعلم. الظاهر لازم رد نشغل الكرباج مرة تانية. الحق معك يا أغا، هدول الفلاحين ما بيمشوا غير بالكرباج، لازم يتم فوق ظهورهم وبس توقف عنهم ببلشوا يرفسوا. اسمع مور، بتروح بتشحط لي عايد لهون هو والغريب اللي معه. أوام. حاضر، تأمر عن إذنك. ليش ما عم ترد علي ولاك؟ نايم. نايم؟ إن شاء الله بتنام ما بتفيق. إيش فيها القفة ولاك؟ أي سحارة إيش حيط فيها؟ إيش فيها؟ ما فيها شي يا أغا، كليكيشي وغراضي. كليكيشك وغراضك؟ ولك زبط محل مالك بيرك، يعدمني إياك ولك هي الزريبة هي بنت بيتك هي، مو بس للبهايم. يخرب ديارك ويطفي نارك. لملم. مندل أفندي ماخم بولونس، روح شوف لي أبو جمعة صار معه رقد. بستو ناخم. إيش بك عزيزي؟ ليش هيك لونك مخطوف؟ ما بعرف يا دادا، مديت راسي من الشباك وشفته لما تحت فتح عيونه هيك وطلع فيني، حسيته هيك مثل الغول. صلي على النبي واهدي، هلا بده يضل مدحت ملاحقك حتى لو هو بعيد عنك. يا دادا، لو ماني عايشه على امل كنت انتحرت من زمان. ييت، ايش هالحكي اللي ما بينحكى؟ بتعرفي يا عزيزي، ايام بقول لحالي لو كان عندكم ولد كان مدحت غير هيك. الله لا يقدر، ليش الاولى كان عقده مثل ما عقدني؟ اين هو عايد قلت لي؟ هذا يا جناب الاغا. هل سافرت على بيروت؟ اي والله يا جناب الاغا، كنت ببيروت. افارم عليك، وليش لما سافرت ما اخذت اذني ولاك؟ بعدين منو هدول الاثنين اللي حط لي اياهم معك؟ كني ما بتعرفه؟ عايد يا بيك كان تعبان. راسه لك، انا مدحت اغا، البيك بتقولها لاسيادك ببيروت. إذا جناب الآغا ما طلب منك تقول كلمة واحدة ما بتقول، فهمان؟ بس يا ريت جناب الآغا يحترم ضيوفه، بعدين لحنا مانا بيروت، نحن من حلب. ومنين بتعرفوا لهذا الواطي يا ضيوفي المحترمين؟ أصحى بعيدة يا آغا، أصحى بعيدة. بكري عايد أخوي، بفدي بروحي كمان. إذا زين إنه ما في حدا وراه بكون غلطان، غلطان كتير. غلطي أب مندل. أفندم آغا. ولنس، مش حط لي هدول الجوز لبرات الضيعة، وإذا ما أخذتن هالدقيقة بدي أدفنهم بأرضهم. يلا باستون أغم، خلاص كذبوا يا أنا ما بمشي حالك. أنا أبطل عايد، خليك رجال، لا تخافها، خليك رجال. امشي يلا.
ايه يا خواجة عايد، احكي لي لأشوف بالتفصيل وعلى هينك ومهلك. ليش سافرت على بيروت واشتغلت هنيك وش اطلعت مصرات؟ قبل ما احكي اي شيء يا جناب الاغا، ابوي وينه؟ ما كان في داعي تعملوا شاي، كنا استنينا عايد وضيوفه ليرجعوا من عند الاغا مشربه سوا. يا شيخي قلبي عم يقلي انه طلب الاغا ورا عايد ورفقاته مانو لالله. ايش قصدك يا بنتي؟ انت نسيان يا شيخي انه ابو عايد هربان بالجبل، خايف الاغا يسجنه العايد بدل ابوه حتى يجبره يسلم حاله. ايه والله هاي راحت عن بالنا، بس الولد ما دخلوا بابوه. الاغا اذا بده ابو عايد يبعث رجاله يدوروا عليه بالجبل. على كل حال طمن يا بنتي، الراي اشوف ايش القصه بنفسي. يا الله الله معك. شايفه يا ام خليل، شايفه ايش عم بيصير معنا؟ يعني بعد ما استنينا رجعه الولد سنتين رجعنا لنفس مواويل الاغا وعمايله. استهدي بالله خير، هيك الله بده؟ ما بيصير تعترضي على حكمته، ما بيصير. هلق ابو خليل بيشوف ايش القصه وبيجيب عايد معه. عجبك اللي صار معنا ابو صبحي؟ ايش بطلع بيدنا نعمل؟ شو معقول نترك عايد نرجع هيك مزلولين لك يا ابو صبحي؟ بلكي الاغا عمل له شيء؟ ايش بنقدر نساوي؟ ايش بنقدر نساوي؟ هذا اغا، اغا والضيعه كلها ملكه، يعني الزلمه بيرك بملكه ونحن الدخلاء. بعدين الله وكيلك اذا بيحبسنا سنه عنده ما حدا بيعرف لنا طريق، واذا لزقنا بشي تهمه ما بنطلع منها بالسهل. طيب وعايد؟ والله اكل همه لك يا ابو صبحي. استغفر الله العظيم، والله ما بنام الليل اذا بصير له شيء، ضميري ما بيرتاح اذا بتركه وبرجع. ولك انا برجع لو على رقبتي، بس الرجعه فيها مخاطره. ها الاغا حطنا براسه ويمكن رجاله يقوسوا علينا، هدول ما بكسروا له كلمه للاغا. اي أيوة والله انا ما برجع لحلب قبل ما اطمن على عايد لو بدهم يعلقوا مشتاقتي. لا اذا هيك بنرجع. مو هلا ابو صبحي، خلينا قاعدين الليل احسن. روح لحالي لهني مشان اذا تاخرت عليك تعرف ايش تساوي. طيب بتريد نكمل لعند عمك فوزي؟ بدنا نكمل لعنده، بس لازم ناخذ حذرنا منيحه واطلع لعنده لحالي مشان الامان. امان 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 امان. على السلامة. الله يسلمك، نورت الزريبة. أهلين بأغلى واحد على قلبي والله العظيم، ما تذكرتي كأنك. لك أنا عبودة عبد الرحمن. لك عبودة؟ إيه. شلونك خاي؟ شلون أحوالك؟ تمام مشتاق. أنت شلونك؟ على السلامة. الله يسلمك عبودة. إيش بقول؟ أبوي فينو؟ طمن عايد، عمي أبو عايد بخير وقاعد قاعدة هنية ومرتاح على الآخر. عبودة لازم أهرب أروح لعنده، وإذا هو بالجبل بيحمل بارودة معه. وحياتك لحتى هربك من هون، بس لعند ابوك ما بقدر اخذك. طب ليش لخاي؟ لانه راح يامن كمرتيني وكان فشك لرجال الجبل. ليه طول؟ والله ما بعرف يا عايد، علم عند الله. تعال 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 عمي، تعال 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 اطلع معي لفوق. فوق؟ ايه تعال تعال. شباب ايش في فوق؟ تعال يو. الولد مرضان ولسه ما طاب. لا حول ولا قوه الا بالله. لكن شيخي ايش قصة انه جاي ومعه مصرات كتير؟ اين مصرات يا اغا؟ ما حكيت لك قصته كلها. يعني ما معه؟ على حسب علمي يا اغا انه عايد ما بملك شيء غير هدومه اللي عليه. حاجبة؟ ايه. لا ما بيجوز الحكي. ابو جمعة امرك؟ روح دشر الورد اوام فورا. ما بيصير، الله ما بيريد هالشغلة.
آغا مرني، في موضوع تاني يعني بتمنى ما تخجلني فيه. ولو يا شيخي، احكي اللي بدك يا، هاي عم بسمعك أنا. مشان أبو عايد. أبو عايد؟ ليش إيش بأبو عايد؟ كني لسه ما رجع على البيت؟ لا ما رجع، يعني يا ريت تسامحوا. الناس وأهل بيته عرفوا إنه أبو عايد هرب، وجنابك ناوي تلاحقه وترجعه على الحبس. أنا ناوي ألاحقه وأرجعه على الحبس؟ أعوذ بالله يا شيخي، خافوا الله بقى. يعني هالكلام مانو مزبوط؟ أعوذ بالله، ما هو مزبوط من أساسه. أنا سامحته من زمان، بس خيو إيش دي أعمل؟ إذا هو انهزم من مرته، إيش أساوي أنا؟ خيو إذا بتحسن جيبه لعندي وشوف بعينك واسمع بإذن إذا سامحته ولا لا. كتر خيرك يا أغا. بس اللي مجنني ومطير لي عقلي يا بكري إنه أبو عايد ما أجع الجبل، وهالحكاية ما عم بصدق أنا، لأنه أبو عايد إذا هرب أول قرنة وشقفة بيجي عليها هي هالمغار اللي أنا بيرك فيها. لا حول ولا قوة إلا بالله. عجب إيش صار معه؟ ما بعرف، بس في شي صاير أنا ما عم بفهمه. المهم سيدي، أحكي لي بكري، شلون الحارة؟ إيش أخبارها؟ أحكي لي عن كل صغيرة وكبيرة عم تصير بالحارة. لك مشتاق لها، مشتاق أبوس حجارة، ولك أشم ريحة ترابة. لك يوم سعدة فين الملح؟ يلا يوم دي رح أعمل لك لقمة برغل، رح تاكل أصابيعك وراها. آخ يا يوم، إيش قد اشتقت لطبخاتك. إيش لك سعدة؟ لك يوم هي سعدة حلوتها كتير. الله يبيض بختها ويبعت لها ابن الحلال. عبد الرحمن قال لك إنه أبوك سافر يجيب سلاح للمطاريد؟ أي يوم هيك خبرني. وما قال لك لوين سافر؟ لا والله ما قال، بس قال لي يمكن يطول شوي. أبوك جنن وراح يجنني معه، هو قد الحمل والتعتير؟ إيش دي يسوي لك يوم؟ يعني إذا الآغا طيلبه ونويله على الشر بيرجع وبيسلم حاله للموت؟ هات احكي لي يوم، احكي لي. إيش دي أحكي لك يا يوم؟ احكي لي ايش صار معك من وقت ما تركت قوم الحجر لوقت ما رجعت. اخ يا نور، عايد